مساء الخير أو صباح الخير مشاهدين مشاهداتي الغاليات المتتبعات الوفيات في كل مكان. نتمنى يتلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي، وتكونوا بخير وعلى خير، هانين وفرحانين وزاهيين وناشطين كالعادة يا ربي. كما راكم تشوفوا معايا اليوم راني راح نشارككم في هذا الفيديو طريقة صنع وردة الطروادي. هنايا كما راكم تشوفوا عندي لافيزلين، هذيك الرقيقة كامل هي الميتة كاع في لافيزلين. حضرتها وحضرت مورسون تاع قطعان تاع الفينا أيوة، وراني نرسم هكذا أقواس هكا حوالي 10 قوس، 10 أقواس أو حتى 12، يعني على حسب الوردة نتاعكم، إذا كانت تبغيوها صغيرة أو كبيرة أو متوسطة الحجم. إذا كنتو حابينها تكون صغيرة يعني 8 أقواس أو 9 يكفي، إذا حبيتوها تكون شوية كبيرة تقدر ديرو حتى 12 او 15 القوس. انا هنايا راني درت بالك 10 اقواس، يعني حجم الوردة تاعي يكون متوسط. هنايا انا كنت بديت الخدمة، ولكن حبيت عاود نشارك معكم في هاد ها هي الوردة تاعي، ها هي كي تكمل راح تجي على هذا الشكل. انا راني هنايا خدمتها بالصقل الاصفر وخيطتها. على كل حال غير تبعوا الفيديو، راح نشارك معكم كل خطوات. هنايا زعما راني نوريكم غير الشكل النهائي نتاعها كيفاش تخرج من بعد ما نطبقها على الكتان تاعي او الرشمه تاعي. هذا عندي منديل انا في البلون كاسي، راني دخلت عليه البرونز والارجو والدوغي. الورده تاعي هذه الطروادي راني نصنعها بالدوغي، شوفوا تعطي منظر ما شاء الله. هذا قطعه من معينه، يعني من الخدمه اللي خدمتها، راهي مازال ما تعمرت ما والو، ولكن خرجت روعه. هنايا من بعد ما خدمت الاقواس نتاعي نروح للماشينه نتاعي، من بعد ما ركبت الخيط نتاعي في الثقل الاصفر نروح نعمر هذوك الاقواس. هذوك الاقواس كلهم نعمرهم بهذا الثقلي، نعمرهم كامل بغرزة التغربيل او غرزة الغازو او كل واحدة كيفاش تبغي تسميها. نعمرهم غاية، نرخف لاتونسيون تاعي بيان سور كالعادة، كما كنت شاركت معكم في الفيديوهات السابقة كي تخدموا غرزة التغربيل لاتونسيون تاعنا نرخفوها، نرخفو الخيط الفوقاني طبعا، الخيط التحتاني ما كان لا تخربوا فيه خلوه غير كما يكون، ولكن الخيط الفوقاني كيف ما كان. مثلا انا عندي هنا الثقل الصفر راني رخفت لاتونسيون تاعي باش الوردة تاعي تتعمر غاية ويجي تجي منفوخة وتجي معمرة غاية، تجي شوية بومبي، تجي مادة العين احسن من يكون الخيط تاعك مزير ما تخرج لكش الوردة كامل شابة. هاكا نعمر هذوك الاقواس كامل، نعمرهم بالصقلي. ها هما شتوها هنايا، غير تسمحوا لي اخواتاتي من بعد راه